مبروك ولكل الاهلاويه في مصر وكل جماهير النادي الاهلي. حاجه مبهره وحاجه احنا كنا متوقعينها من خلال جلساتنا اللي عملناها قبل كده مع شركه، مش هنقول الاسامي، شركه الرعايه للنادي الاهلي والشركه اللي بتدير القناه. الحقيقه احنا مبهورين بكل الاستعدادات والتكنولوجي العالي جدا اللي بتدار بيه القناه، وزي ما بيقول هي جايه في وقت كله افراح ان شاء الله وعيد. وزي ما قال، انا عجبني افتتاحيه الكابتن مصطفى عبده ان احنا ثلاث رسائل مهمه، ان احنا كلنا في ظهر رئيسنا اللي مشرفنا، واحنا كلنا في ظهره وكلنا في حمايه يعني، وجيشنا وشرطتنا. دي طبعا كانت رساله مهمه جدا. الحاجه الثانيه ان احنا بيسعدنا ان احنا بنتوالى دايما لينا رياده، كانت في زي ما قال برضو كابتن خطيب ان احنا من 2004 كمجلس اداره، انا شرفت ان انا كنت في هذا المجلس وابتدت فكره القناه، وكانت رياده النادي الاهلي في افتتاح اول قناه فضائيه للنادي في الوطن العربي وفي افريقيا. ثانيا دلوقتي احنا مع التطوير ومع التكنولوجي العالي جدا ده، انا حاسس ان احنا برضو ان شاء الله هيكون لينا رياده، وبرضو احنا النادي الاهلي هيستمر في الرياده وهيستمر في تطوير القناه، وتستمر جماهير النادي الاهلي ان احنا نقف ورا قناتنا لحد ما نبص نلاقي ان هي دي القناه الاولى في العالم كله ان شاء الله. ويا رب يكون يعني فال خير علينا افريقيا والنادي الاهلي والدوري، يعني يكون احتفالنا في هذا التوقيت، وبنأمل باذن الله ان قناتنا دي تنال اعجاب جماهيرنا ومحبين النادي الاهلي، مش في مصر بس، في كل انحاء العالم. الحقيقه احنا شفنا كل البرامج اللي هتتقدم، كانت اتعمل لنا برزنتيشن من الشركه. الحقيقه القناه كلها بتجيب الطفل وبتجيب المراه وبتجيب الراجل الكبير وبتجيب الشباب وبتجيب اللعيبه والرياضيين. يعني انا بتهيألي دي ان امنيتي فعلا انها تبقى 24 ساعه الجمهور ومحبي النادي الاهلي قاعدين قدام القناه 24 ساعه، ده اللي نفسي فيه فعلا. احنا روح المدرج دي مهمه جدا، ان احنا عايزين نعيش مع جمهورنا، مش عايزين نقعد في كابينه ازاز، لا احنا عايزين نبقى مع جمهورنا في كل الالعاب كمان، ونحافظ على تقاليد النادي الاهلي ومؤسس النادي الاهلي اللي احنا تربينا وتعودنا عليها. ويا رب يكون الجيل اللي طالع يفضل محافظ على هذه التقاليد والحب اللي احنا كلنا بنحبه ونكن كل احترام النادي الاهلي. احنا عايزين جمهور النادي الاهلي يفضل على روحه وحبه ودفاعه واخلاصه للنادي الاهلي، وفي نفس الوقت يحافظ على التقاليد وما يخرجش على النص، ويفضل مثل اعلى لكل جماهير العالم كله في الكوره. لان انا عايز اقول لجمهور النادي الاهلي حقيقي، احنا كنا بنسافر افريقيا، بنسافر يعني كل بطولات افريقيا اللي احنا سافرنا كرؤساء بعثه فيها، كنا بنلاقي الماتش الريتيرن او الماتش العوده اللي هم خايفين منه الجمهور وخايفين منه اللعيبه من جمهور النادي الاهلي، لانه عارفين الجمهور قوي وبيبقى له تاثير كبير جدا. فاحنا عايزين نحافظ على هذه القوه من خلال انتمائنا ومحافظتنا على التقاليد والمسن، عشان ما نبتديش نبدا من اول السطر تاني نقولوا ما فيش جماهير. احنا عايزين الجمهور يفضل موجود، الجمهور ده حاجه مهمه جدا، واحنا كلنا يعني جمهورنا ده مأثر فينا كلنا، فما ينفعش ان احنا نرجع تاني نقول خرج عن النص، هنعيد من الاول تاني ونقول لسه ما فيش جمهور هنجرب. احنا عايزين يفضل جمهور على مصره عشان يفضل ساند وفي ظهر فرقته ومجلس ادارته.